الشيخ ابن قاسم. ابن قاسم هذا هو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. كانت فتاوى ابن تيمية يعني في كل مكان الكتب، هو كان يسافر وجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 37 مجلد، جمعها من كل العالم. يجنو الشيخ ابن القاسم. نعم. لكن الإمام اللي كنا مستوبن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تبعتوا لليمون، تبعتوا بالليبر تليمون. إن علينا مستو سالين فعلي في دسل كومبايليشن 37. 37 مجلد. 37 فوليوم. نعم. هذا الرجل كان في الزمن الذي يعيش فيه كان لا يوجد هناك طائرات نادر، لا يوجد في السعودية طائرات، السيارات حتى لا توجد إلا قليل، السفر كان أصعب ما يكون. يجي سازون دليل الشيخ ابن قاسم تنا بابو قوابيو سعودي تنا بابيو لوتو ودي ميم بوغاني ألو بو فيازي تنا ساتيفيكيلتي. يعني السفر إلى الهند ممكن يأخذ أشهر. بسواجيب على لين يبغدت وعمه. فكان أحياناً يسافر وزوجته حامل. يجيب عليه فياسي سمادم يفوت فمي. يسافر. يعلي فياسي. عندما يرجع من يفتح له باب البيت؟ لتأتون لقى قبل أبوطولي. من؟ هذا الحمل الذي كان بطن الأم كبر وفتح لأبي الباب. إيه جي سازفا كيف نوفي لابورت بولي إن علم كي دوفت ماما بلتين تونين غاجي لكي كيف نوفي لابورت بوسو بابا. فزوجة ابن قاسم أمسكته يوما من الأيام، أمسكت زوجها. إيجي مدام ابن قاسم يسون شغولي. قالت خلاص يجيكلي لا أحسن ويسان يكفي، جمعت ما شاء الله كثير من العلم، خلاص يجي ونحسن ومستقن تكتشتك ونساس أحسن كل موما. الآن تفرغ لأولادك بريزان دون لتان بوزان فان تبقى معنا ورستي عبكنو. قال لها اسمعي يجيكلي اكوت مو بيان، نصف أجر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لك والنصف الثاني لي أنا. يجيكلي كده sa compilation fatwa ibn taymiyyah 37 volume la moitié pour et la moitié pour moi. اذا تركتيني اجمع. si vous quittez moi mon quotidien passé. قالت والله لا اسالك بعد اليوم، اذهب اجمع. يجيك لكم سا والله اوزوجي مو باكو ديموندو او ساكا ساكي مون ديموندو علي اكو سا كونيسانس. نعم. الان الزوجه اذا فرغت الزوج للدعوه للعباده لها مثل أجر الزوج، مثل أجر الداعي. يجي لا إما دام لكاسو مشي بفيت دعوة بفيت بدون كونيسانس بدون كونيسانس سما دام إنا ميم ريكومبونس كيسو مشي بفيت.